طبعا عوده الى استديونا هنا ونرحب بالشباب المهندسين حياكم الله. الله يحييك. ودنا في البدايه بس نعرف عن التعاون اللي صار بينكم، شلون تجمعتوا مع بعض وجيتوا بهذه الفكره الرائده؟ والله مشعل صراحه دفتي يعني من زمان وياي من ايام الجامعه يعني؟ مي بالجامعه وصراحه يعني اغلب مشاريعي كانت وياي يعني تمام. فطرحنا الفكره وصار في تعاون، صار في قبول من الطرفين والحمد لله. بس الفكره كانت بالاساس من عندك؟ فكره نعم من عندك. مشعل شو اللي خلاك تقتنع بالفكره وقلت يلا خلينا نسويها؟ اول شيء كان لي الشرف اني اشتغل معه، انسان مبدع، انسان طموح، واكتسبت منه وايد خبرات. نعم. وهذا كان الهدف مني الاول الاساسي. تمام. والثاني الهدف انه صديقي. اها. وكفكره كنت احب ان اسوي فكره ثانيه ولكن اقتنعت فيها بالنهايه وعجبتني ونالنا فيها وايد اشياء تعلمنا منها، وبعد ان حصلنا فيها المركز الاول كمشروع تخرج عندنا بالكليه الاستراليه. هذا متى؟ اي سنه؟ السنه هذه. ما شاء الله يعني جديد كلش. نعم. زين شو اللي خلاك اصلا ساعه تفكر بالموضوع؟ والله بيني وبينك يعني الكهرباء طفت عندكم بغيت تسبح الماي بارد ولا شنو مثلا؟ لا انا بيني وبينك صار لي فتره يعني من سنتين تقريبا 3 سنوات انا شغال على الطاقه. تمام. ريسيرشز والسوالف هذه عن الطاقه. فطلعت ويانا الفكره هذه يعني احنا كنا كان الايم ان احنا نقلل يعني ريديوس سي او 2 ايميشنز وان احنا نطلع بفكره ممكن ان احنا نستفيد منها مو على صعيد واحد على اكثر من شيء يعني سخان ماي، انتاج طاقه، تحويل من طاقه لطاقه. تمام. فكان البروفايل هذا جديد صراحه في ريسنالنس. العاده دائما يسوون الميرور شيب اللي هو تركيز الطاقه الشمسيه تكون دائما بالميرور او تكون ثيرمال. فاحنا طلعنا بالفكره الجديده هذه صراحه، شفنا تطبيقات، سويت ريسيرش وطلعت ويانا هذه، قلت له ليش ما نستخدمها؟ والحمد لله يعني سوينا الحسابات وكذا طلعت افيشنت وقارناها مقارنه بال. زين ما راح ندش بالتفاصيل العلميه لكن لو تعطونا فكره شلون يعني صار المشروع على بعضه. يعني شلون بالضبط؟ هنا عندنا ستورج تانك. اوكي. زين يكون فيه الماي اللي هو التخزين. اللي هو التخزين. نعم. الماي هذا طبعا راح ينزل باي جرافيتي دريفن، يعني راح ينزل من الجاذبيه من دون بامب من دون شيء، راح يدخل. نعم. هذا نفس البايبات المستخدمه في البيت طبعا. نعم. نفس البايبات المستخدمه بالبيت. طبعا هذا يستخدمونه حق الماي الحار عشان يحفظ الحراره. ينزل يدخل هنا في الهيتنج تانك اللي هو السخان. راح تكون الفوكل بوينت اللي هي نقطه السخان هذا اللي طبعا هذا من ستاين ستيل هني تكون الهيت تانك اللي تطق فيه فريسنلس الحراره كلها تركزها فيها، فالماء يدش داخل ينطر ثواني على ما يسخن، بعدين عندك هني سنسر هيت سنسر. ايوه. يشتغل يقول انه وصل درجه حراره مثلا ل 50 الى 60 يعطي امر حق المايكرو كنترول عندنا يشغل البامب يوصلها يا انه تستخدم حق الجريد او انه ترجع حق السويتش تانك. تمام. زين ابي الـ 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 هل هذه احجام فعليه؟ يعني انا اشوف مثلا هني اللوح مال الطاقه الشمسيه وايد كبير مقارنه بهذا، ولا هو مجرد لانه نموذج؟ لا هو لانه بروتوتايب، بس على حسب التطبيق تقدر تحدد الاريا المساحه مالت الفرسنال لينس اللي عندك وحتى الستورج تانك. حلو. يعني هذا لو تلاحظ اكسبوزد. نعم. مكشوف. نعم. زين يعني ممكن تسالني تقول لي شلون انا بتسبح وبيجي على غبار، راح اسالك شلون اسبح وبيجي على غبار. فكبروتوتايب يعني، بس الثيري نفسها. اوكي. لكن بالواقع زين، طيب لما ننزل الارض الواقع كيف ممكن تطبيقه فعلا ونستفيد منه؟ يعني على سبيل المثال تحين في البر تبي تسبح ومثلا ما عندك كهرباء. حلو. زين تحط العدسة هذه على الشمس. تمام. بحيث انك تركز الفوكال بوينت هنا. ايوه. تسخن الماي ويكون عندك ريسايكليشن، يعني الماي الحار يطلع ويرد وقت ما تبي تسبح تشغله من الجريد على طول بامب عادي وتسبح. زين الادوات المستخدمه ممكن تكون موجوده بالسوق وبالتالي ممكن ينفذها او خلينا نقول على الاقل يعني يحصل عليها الشخص العادي مثلا؟ على السالفه هذه احنا عانينا مشكله وايد كبيره. شنو هي؟ ان ما كنا نحصل الاراض المحتاجينها بالسوق. طيب فشلون عيال قدرت تغلبون على صعب؟ اوردر من برا. من برا؟ ايه. ما طيب. يعني اشياء تعبنا وايد يعني ماكسيموم الوقت كله ضاع ان ندور الاغراض اللي احنا محتاجينها. طيب والحل؟ يعني احنا اذا بنطلع بهذا مثلا خلينا نقول بحيث انه يكون فعلا موجود على ارض الواقع ونستفيد منه، شنو راح نسوي؟ هل كل مره راح نستورد من برا؟ لا هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو اغلب الاجهزه اللي موجوده هنا كقطع كقطع هي متوفره بالسوق، يعني البايبات، الستورج تانك، السولر، كل شيء موجود. حلو. كانت المشكله الرئيسيه بالعدسه هذه. نعم. العدسه هذه هي الفريسنال لينس، هذه اللي هي التركيز مثل ما هي موجوده عندك بالتليفون الشاشات، هذه عباره عن تكبر، هذه عباره نفس شاشه التلفزيون، بس انت تبي السبيسيفيكيشن داتا مالتها، كم الفوكال بوينت مالتها، كم الان والاوت مالتها، فاحنا عشان ان احنا ما اقدر افتح تلفزيونات ونقعد نطلع ونقعد نعرف شنو مالها سواء لينير ولا سبوت، فعلى طول تحط الداتا ونطلبها من برا، هذه مو موجوده بالكويت، مو متوفره، فاضطرينا ان احنا نطلبها من برا.
السؤال شلون، هل كان عندكم سبونسر؟ منو دعمكم؟ شلون قدرتوا يعني تغلبون على هال المشكله؟ الدعم اللي كان لنا، الاكبر دعم كان متوجه لنا من كلية الاسترالية. اها اوكي. ومن اداره كلية الاسترالية ومن ستاف طبعا جزاهم الله خير. نعم. ودكاترتنا اللي ساعدونا ووقفونا معنويا. وحبينا نطرح الفكره حق اكثر من جهه داعمه هنا، كوزاره الشباب، كمؤسسه الكويت التقدم العلمي، وان شاء الله نطلع منهم من دعم ان نستثمر المشروع ونقدر نبيعه ونطلع. ان شاء الله ان شاء الله، والكل يستفيد منه حتى أكيد. اللي موجودين مثل ما قلت، خاصه من كان موسم البر تكون الاستفاده منه اكثر. صحيح. طيب قبل لا نختم، ودنا نعرف اكيد عندكم مشاريع ثانيه كذي حلوه طيبه مثل هذا المشروع. والله في للامانه في، انا مثل ما قلت كان شغال على الطاقه. أه. وان شاء الله عندي مشاريع في البايو، في البايو ميكانيكال انجينيرنج، شغال على الكانسر سيلز، وشغال ان شاء الله على الدي بي تيز الجلطات. نعم. وان شاء الله مشعل ساوند ويف. ساوند ويف. yeah. وهذا راح يكون له استخدام خلينا نقول بالسوق المحلي ايضا بالمستقبل ان شاء الله، بالمستقبل القريب ان شاء الله، ولكن تدري ان الفكره جديده ولازم يكون مسكر عليها عشان لا حد يدلنها، وان شاء الله احصل فيها براءه اختراع ان شاء الله. ان شاء الله طبعا كل التوفيق لكم ان شاء الله في مشاريعكم، سواء مشروعكم هذا ومشاريعكم المستقبليه. فعلا ما شاء الله عليكم، احنا نفخر فيكم هني في شبابنا الكويت ما شاء الله، دائما عندهم افكار، ومو بس افكار لكن ايضا مثل ما نشوف هني تنفذ على ارض الواقع مع بعض الدعم ان شاء الله الخفيف. فعلا راح نوصل الى خلينا نقول بعض الاكتفاء الذاتي في بعض المشاريع اللي تفيدنا في دوله الكويت. اذا كل الشكر لضيوفنا المهندس مساعد عبدالهادي، مهندس ميكانيكا في وزاره المواصلات، ايضا كان معنا المهندس مشعل الشمري مهندس ميكانيكا ايضا. بعد هذا وين راح نروح؟ اكيد عندنا الدينمو، نجيب القحطاني نقول له صباحك ورد، وينك فيه انا جي.